ومعنا مشاهدينا عبر سكايب مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. بداية، مفوضية اللاجئين الأممية صرحت أن السلطات في العراق تعاقب النازحين جماعيا، هل رصدتم ما يؤكد تصريحات المفوضية الأممية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله وحيا مشاهدكم الكرام. نعم، بالتأكيد يعني تصريحات مفوضية العليا لشؤون اللاجئين يعني تستند إلى الكثير من الحقائق والوقائع التي تم رصدها سواء من قبل المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أو من قبل العديد من المراكز الحقوقية والمنظمات الدولية الحقوقية. يعني وفعلا يعني تم توجيه هذا الاتهام بانتهاج اسلوب العقاب الجماعي ضد ابناء المناطق التي يدعون تحريرها محافظة تنظيم الدوله منذ وقت طويل. هذه ليست المره الاولى، والحقيقه يعني ما يحدث على الارض من عمليات انتهاكات وجرائم ضد المدنيين يؤكد هذه السياسة، سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه الحكومة، حيث أن من ضمنها مصادرة الأوراق. يعني مصادرة الأوراق يعني الثبوتية، معناها حرمان عوائل وأسر كثيرة من أبسط الحقوق الأساسية، أبسط الحقوق في الحصول على المساعدات مع الأوضاع المأساوية الخطيرة التي تمر فيها المناطق التي نزح الكثير من أهاليها. يعني منع يعني هذا يمنعهم حتى من حق الاستفاده من يعني المعونات الطبيه او حتى العلاج الكثير يعني من يعني القضايا التي سوف تترتب على حياه المواطنين وتشكل فعلا خطوره على حياتهم، وهذا بالتالي يؤكد سياسه العقوبه الجماعيه التي تتبعها الحكومه. وليس طبعا في هذه سوف في مناطق مخيمات النزوح والمناطق التي ينزح اليها المدنيين، بل ايضا في المناطق التي عاد اليها المدنيون نفس السياسه تتبع ونفس النهج يمارس ضدهم. الكثير من الاسر بدون معيب ويحتاجون الى مساعدات، وبدون هذه الاوراق الثبوتيه لا يحصلون على ابسط حقوقهم في الحصول على مصدر للرزق او تسجيل ابنائهم في المدارس، معظمهم بدون يعني شغل، لا يستطيعون توفير ابسط مستلزمات الحياه، وحتى المنظمات الاغاثيه لا تستطيع اغاثتهم وتوفير لهم اي مساعدات في هذه الظروف، طبعا لعدم وجود أوراق ثبوتية لديهم، وهناك شك بأن لهم صلة بتنظيم الدولة. الحقيقة يعني حالة مأساوية خطيرة، وتعرض الحقيقة تعرض حياتهم إلى خطر شديد. نعم، يعني ذكرت جميع الأوضاع الصحية والأمنية التي يعاني منها النازحون في هذه المناطق، وهذه المشكلات عديدة. طيب، مجلس ديالى حذر من نزوح عكسي للعائلات العائدة إلى المحافظة، هل تعتقدين أن المحافظة محافظة ديالى قدمت ما يلزم لوقف الهجرة العكسية التي تشتكي منها؟ على الأسف الشديد يعني هذا يعني حتى في هذا الوقت الذي يصرحون به مثل هذه التصريحات هو فقط لمجرد الدعاية الانتخابية. لم يقدم مجلس محافظة ديالى أي بالحقيقة أي تصرف واقعي يعني يساعد في يعني إيقاف ما يدعون أنه هناك هجرة عكسية. الحقيقة هذه الهجرة موجودة منذ فترة طويلة، تم تهجير أبناء هذه المناطق وتم الآن إعادتهم قسرا إلى هذه المناطق دون أن يكون هناك أي يعني ضمان للأمن والحماية في هذه المناطق. هذه المناطق محاصرة منذ فترة طويلة ويعني تتعرض لهجمات، لا يوجد أمن في هذه المناطق، بالإضافة إلى الخيمات، بالإضافة إلى فرص العمل. أين فرص مدينة يعني مناطق محافظة الدجيات جميعها تعتمد على الزراعة كمصدر للرزق. مناطق محافظة الدجيات تتعرض للجفاف، تتعرض لانعدام الخدمات، الطرق مقطعة، يعني ليست هناك سبل لأجل إدامة الحياة في هذه المناطق. وبالتأكيد طبعا سوف تحدث الهجرة من هذه المناطق. أين مجلس المحافظة؟ لماذا لا يقوم بالتنسيق مع الشرطة الاتحادية ومع الجيش في هذه المناطق؟
من أجل توفير الأمن. لماذا؟ لأن الميليشيات تسيطر على هذه المناطق، ومجلس محافظة ديالى بنفسه يخضع إلى خطوة وتسلط الميليشيات. أشكرك يا شكرا الجزيل من لندن عبر سكايب، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني.